اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. احنا الان كنتواجدوا بشارع بيران زاران. هذا السيد ضرباتو الطوموبيل مع 5:30 ديال العشيه، ومازال باقي هنايا من قبل الفطور، وهو هنايا بغى يقيد بوسطه ديالو، ولكن مازال ما جا عنده حتى شي واحد من المسؤولين. فكنتمنى الله يجازيكم بالخير، سمعوا كيفاش ضرباتو هاد الطوموبيل، وكنتمنى انكم تجيو الناس المسؤولين، انكم تجيو باش المسؤولين جاو، الامن جا. اذا انت عام البوليس جاو عندك سيدي، غادي نقيدوا معاك الكوسطه ديالك. حنا بغينا نديروا المباشر باش يجيو عندك. ها هما جاو، قيد الكوسطه ديالك والله يجيب لك الشفاء. باش كتحس انت؟ باش كتحس؟ دارك دراعك ودنك كيخرج منها الدم، هو ضربك وهرب. ضرباتك الطوموبيله بيضاء قلتي لي وهربات ياك، والدم كيخرج لك الدم من ودنك. واخا دابا انت غيقيدوا معاك الامن الكوسطه ديالك، وغناخذوا الرقم ديالك باش نشوفوا شنو درتي من بعد. صافي سيدي،